مرحبا فيكم معي بقناة راما بالمطبخ. الفيديو اليوم رح نعمل مع بعض كب كيك الرافييلو بجوز الهند واللوز. رح نعملها بطريقة كتير حلوة وبسيطة وطعمتها ما بدي أقولكم قدية طيبة ولذيذة وطرية كتير. ورح نعمل معها التوبينج اللي رح تيجي فوق الكب كيك ورح تعطيها شكل حلو كتير ورح تكمل طعمة الكب كيك. تعالوا نشوف طريقة تحضيرها من الألف للياء، لكن قبل ما نبلش لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هالفيديو مع أصحابكم والاشتراك بقناتي إذا كنتوا جداد فيها وتفعيل جرس التنبيهات. رح أحتاج أول شي لثلث كوب زبدة طرية غير مملحة أو حوالي 75 جرام درجة حرارة الغرفة. ورح نزل فوقها نص كوب سكر. وببلش أخلطهم سوا ليصير القوام عندي ناعم. هلا رح نزل عليهم بياض بيضتين ورح ارجع اخفق مرة تانية عدة دقايق ليصير القوام عندي ناعم كتير وما في اي تكتلات من الزبدة والسكر. بنزل فوقهم نص كوب ساور كريم ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. ونص كوب حليب ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة وبرجع أخفق كل المكونات مع بعض عدة دقايق ليصير القوام عندي ناعم. هلا رح جيب جاد تاني للمكونات الجافة ورح نزل عليها كوب واحد من الطحين متعدد الاستعمالات. ونص كوب من طحين جوز الهند. وكمان نص كوب من طحين اللوز او لوز مطحون طحن ناعم كتير. ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا. وربع معلقة صغيرة ملح. بحرك كل المكونات الجافة مع بعض كتير منيح. رح بلش نزل المكونات الجافة على المكونات السائلة على دفعتين. بنزل نص الكمية بالأول وبرجع أخفق وبعدين بكمل النص الثاني وبرجع أخفق مرة تانية. وهيك عجينة الكب كيك صارت جاهزة، معناه رح تلاحظوا ان العجينة عنا سميكة شوي مو سائلة وهيك لازم تكون. رح وزع العجينة على قوالب الكب كيك والكمية رح تكفي لحوالي 12 حبة كب كيك. رح دخلها للفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 20-25 دقيقة أو ليطلع العود الخشبي معي نظيف من قلبه. بعد ما طلعته من الفرن بتركه على كاونتر المطبخ ليبرد بشكل كامل قبل ما أحط له خليط الكريمة.
خلال هالفترة رح نجهز خليط الكريمة اللي رح زين فيها قوالب الكب كيك. رح أحتاج لكوب واحد من الزبدة الغير مملحة أو حوالي 226 جرام، ولازم تكون الزبدة عندي طرية كتير لحتى ما تعذبني وقت الخفاء، كرمال هيك طلعوها قبل وقت من التلاجة. بحطها بالعجانة وبشغل عليها على سرعة عالية لمدة 3 دقايق ليصير قوام الزبدة عندي كتير ناعم ويصير لونه مايل على البياض. بعد ما مضت 3 دقايق رح نزل فوقها 4 كاسات سكر بودرة، لكن رح نزلهم على دفعتين وبشغل عليها على سرعة عالية لمدة 5 دقايق كاملة. خلال تشغيلها رح بلش نزل حوالي معلقتين كبار حليب سائل، لكن نزليهم على دفعتين بكون أفضل. وهذا هو القوام اللي بدي اياه، صار جاهز عندي، بعبيه بكيس حلواني. بعد ما برد عندي الكب كيك رح بلش زين القوالب. ورح رش عليهم رشة جوز هند مبروش برش ناعم. وبزينها بحبة شوكولاتة الرافيلو بتتقدم. شكلها روعة وطعمتها أروع، خفيفة كتير وعجينة الكب كيك طرية كتير من جوا، وحلوة إنها بتتقدم للحفلات أو الجمعات أو العزايم، والكل عندك رح يحبها الصغير قبل الكبير. بتمنى تجربوا هالوصفة وتعطوني رأيكم فيها. بشوفكم فيديو جديد قريبا بإذن الله. صحتين وعافية.